لما المنتج هيرابياشي والمخرج أمبو حكوا في مقابلة سابقة إنهم يتعمقوا بقصة Resident Evil 4 ريميك، ما كذبوا خبر. للأمانة ما كذبوا خبر وتعمقوا، وبالنسبة لإلي أبدعوا في التعمق. بهذا الفيديو حابب أشارككم أبرز 5 تغييرات تحديثات صارت على قصة Resident Evil 4. قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك. Let's go. أول تغيير لفت نظري هو التعمق بتاريخ عائلة رامون سالازار. زي ما نعرف رامون سالازار هو الكاستلن الثامن أو النبيل الثامن لعائلة سالازار، يعني سبقوه 7. في نوتة بنقرأها في اللعبة بتبين مين هدول 7 اللي سبقوا رامون وشو قصتهم وشو ألقابهم وشو أسماءهم. أول كاستلن عنا هو غريغوريو، وكان لقبه الفاتح. غريغوريو هاد قاد رجاله للقضاء على الشر اللي واجهته القلعة. هلا حسب النوتة شكله المقصود بالشر هو البلاغا، ولأنه نجح بهذه المهمة أعطوه لقب الكونت وكلفوه بمهمة إبقاء هذا الشر محبوس تكريما لشجاعته. يعني غريغوريو هذا هو أول واحد واجه البلاغا وأول واحد حبس البلاغا. نيجي هلأ للكاستلن الثاني واللي اسمه إيبوليتو، وكان لقبه الخاتم. واضح أنه بعهد إيبوليتو تم إطلاق سراح البلاغا مرة تانية، لأنه حسب النوتة مكتوب أنه إيبوليتو وبجهد بالغ تمكن من القضاء على وباء الشياطين الذي ظهر من أعماق الأرض، وتوفي متأثرا بجروح أصيب بها في المعركة. يعني صاير معركة بين إيبوليتو وناس تانيين. هلأ مين هدول الناس التانيين؟ أنا في عندي تحليل شخصي لأنه ما تم توضيح الموضوع بشكل صريح، بس أعتقد أنه تحليل منطقي، لكن بدكم تستنوا التغيير رقم 2 لأنه فيه بتوضح الموضوع. أما بالنسبة للكاستلن الثالث فبرضه كان اسمه غريغوريو على اسم الكاستلن الأول، وهذا كان لقبه المهندس المعماري. غريغوريو الثالث كان مصاب بجنون العظمة، ومش بس هيك أعتقد أنه كان عنده خوف شديد جدا من البلاغا واللي صار قبل، لأنه دعم قلعته بدفاعات مجنونة وآلات غريبة ومعقدة. يعني كل البلاوي اللي شفناها في القلعة كانت من عمايل إيدين غريغوريو المهندس المعماري. وخطر في بالي شيء حاليا، أعتقد أنه غريغوريو الثالث هو اللي حبس البلاغا، خلينا نقول الحبسة الأخيرة، لأنه بعد غريغوريو ما صار في مواجهات زي ما صار مع إيبوليتو وغريغوريو الأول. ليش؟ لأنه الكاستلن الرابع واللي اسمه خوسيه ألونسو لقبه كان الهادئ، ومهمته كانت السعي وراء استعادة شرف العائلة. هلأ شو المقصود باستعادة شرف العائلة؟ بصراحة ما عندي فكرة واضحة وبدي تساعدوني بهالموضوع. بتقولي استعادة شرف العائلة معناته أنه صايرة كارثة قبل. ممكن كتحليل بسيط، أعتقد خوسيه ألونسو عمل نوع من تمكين لسمعة العيلة، يعني دعم سمعة العيلة وقواها من خلال أنه مثلا زاد الترسانة الخاصة بالحروب، زاد أسلحته، زاد دفاعات، ضم لإله حلفاء. عرفتوا شو قصدي؟ عشان ما حدا يسترجي يطب بعيلة سالازار مرة تانية. ليش بحكي هيك؟ لاحظوا مين الكاستلنز اللي اجوا بعديه. الكاستلنز اللي اجوا بعديه ما عملوش اشي فظيع. يعني مثلا الكاستلن الخامس أليخاندرو المترف لقبه، شو عمل؟ انشأ ساحة وقاعة رقص قبل وفاته من شدة حبه للمرح. شو هالانجاز؟ فظيع، مش اشي رهيب. ومين اللي بعد أليخاندرو؟ واحدة اسمها ماريا إيزابيل، و الإشي الوحيد اللي عملته إنها عاشت فترة طويلة ووصلت لعمر 90 سنة بس. فأعتقد إن الموضوع هدي عند الهادئ ألونسو. نيجي هلأ للكاستلن السابع واللي اسمه دييغو ولقبه الصارم. واضح من لقبه إنه كان شديد الصرامة على غرار أسلافه، ولكن دييغو لقي حتفه على يد شيطان حسب ما مكتوب في النوتة. واضح وبشدة أن المقصود بالشيطان هو أوزمند سادلر. في أول صفحة من هذه النوتة مكتوب إنه كاتالينا
اللي هي أمه لرامون، دعت الشيطان إلى منزلهم ليشفي مرض رامون. فبالتالي واضح وبشدة أن المقصود بالشيطان هو أوزموند سادلر. وبعد دييغو إجا رامون اللي حسب ما مكتوب في النوتة المفروض يموت من مرضه. هذه النوتة كانت مليانة وتقريبا وقفت عليها فترة طويلة في التختيم لأنها عميقة جدا. هلأ ركزوا معاي في التغيير رقم 2 لأنه حسب تحليل الشخصي مربوط في هذا التغيير أو مربوط في تاريخ عائلة سالازار. نيجي هلأ للتغيير رقم 2 من ناحية القصة، ويتعلق هذا التغيير بتاريخ عائلة سادلر. بالنسبة لتاريخ عائلة سادلر ما كان في نوتة بتوضح تاريخهم بشكل صريح مثل النوتة اللي قرأناها بخصوص عائلة سالازار، ولكن كان في قبور وتماثيل عليها جمل غريبة أعتقد أنها وضحت هذا التاريخ وشو صار بين السادلريون والسالازاريون، أنا هيك سميتهم. بالنسبة لعائلة سادلر، زي ما كان في كاستلنز ونبلاء لعائلة سالازار، كان في ناس من نفس المستوى في عائلة سادلر وعددهم 15. أهم 2 فيهم أول واحد وآخر واحد. أول واحد اسمه آدم سادلر. أهم إشي عمله آدم سادلر إنه هو أول واحد اكتشف البلاغة. اطلعوا شو مكتوب على شاهد القبر تبعه: وجدت إيماني في باطن أرض القلعة، فلتتأملوا الآثار المقدسة المتروكة في هذا العالم، يبدأ كل شيء من هنا. مش بس اكتشف البلاغة، وأعتقد كمان أنه اكتشف القوة الغريبة الخاصة بهذا الطفيل. طبعا تاريخ وفاة آدم سادلر هو 1554. هلأ هون في نقطة اتوضحت بالنسبة للكاستلنز، واضح أنه الحروب اللي خاضها الكاستلنز في عائلة سالازار هي حروب ضد السادلريون. بالنسبة لعائلة سالازار كان الهدف الأول والأخير لحروبهم هو نشر وتثبيت الديانة الكاثوليكية ومحاربة أي طائفة تانية أو ديانة تانية. فواضح أنهم لما وصلوا لهذه المنطقة اتفاجأوا بالطفيل والسادلريون وشو بيعملوا وشو هاي القوة الغريبة اللي بين إيديهم. بس واضح أنه وقتها السادلريون ما كانوش متمكنين من قوة الطفيل زي أوزموند سادلر آخر إشي، فعشان هيك كانوا يخسروا. خلينا نقول أول حرب صارت بين آدم سادلر وغريغوريو الأول. غريغوريو فاز وحبس البلاغا. إجا بعديها السادلري الثاني، نسيت اسمه صراحة، وهذا عمل حرب مع الكاسترن الثاني واللي اسمه إيبوليتو. وشكله السادلري الثاني هذا قدر يطلق سراح البلاغا، لأنه زي ما شفنا إيبوليتو رجع حبس البلاغا مرة تانية ولكنه توفي متأثرا بجراحه. بعد هيك إجا الكاسترن الثالث واللي اسمه أيضا غريغوريو ومكن دفاعات القلعة. هون شكله السادلريون بطلوا يقدروا يعملوا أي إشي، يعني واضح إنه القوة الخاصة بالسالازاريون أو الكاستلنز من ناحية الأسلحة وهيك أقوى بكتير من السادلريون، فعشان هيك هون هدي الوضع، وهدي بزيادة على عهد خوسيه ألونسو الكاستلن الرابع. أعتقد هون بلشوا يتبعوا أسلوب النفي. ليش بحكي هيك؟ لأنه في قبر لإحدى السادلريون واللي اسمه هستر سادلر، طلعوا شو مكتوب عليه: وجدنا أنفسنا منفيين بعد أن طردنا الأشرار المسلحون. طبعا هون مقصود بالكاستلنز السالازاريون. ننتظر التكفير عن خطايانا على هذه الجزيرة الطاهرة ذات العشب الذابل والأشجار الجرداء، لكن لا تيأسوا يا إخوتي يا أخواتي، سيحين وقتنا. هستر سادلر. على فكرة التاريخ اللي مكتوب على القبر هو 1741، بالتالي لو عملنا هيك حسبة قريبة رح نلاقي انه هذا هستر كان في عهد الكاستلن الرابع الهادئ خوسيه ألونسو اللي كانت مهمته استعادة شرف العائلة. فشكله هذا هو اللي كان ينفي السادلريون لهذه الجزيرة، يعني هاي جزيرة نفي السادلريون، فهذه كانت طريقته في استعادة شرف العائلة خوسيه ألونسو، انه كان ينفيهم ويعزلهم. بس إيش كان عندهم؟ هم أمل واحد وإيمان واحد
إنه سياحين وقتنا، لأنه السادلريون برأيهم إنهم إلهم الأحقية في السيطرة على البلاغا، وإلهم الأحقية في التحكم بقواها. وحسب ما قرأنا بنوتات اللعبة، الهدف الأول والأخير للسادلريون والطائفة تبعتهم هي السيطرة الكاملة على العالم، وإنه العالم كله يكون تحت رحمة السادلريون. نيجي هلأ للتغيير رقم 3 من ناحية القصة، وهذه المرة التغيير يتعلق برامون سالازار وطفولة رامون سالازار. للأسف رامون استلم العهدة، خلينا نقول، بعمر صغير، لأن أبوه اللي هو باعتقادي الكاسترن السابع دييغو تم قتله على إيد أوزموند سادلر. كيف قدر يوصل له؟ للأسف عن طريق مرته، إم رامون كاتالينا. واضح أنه كاتالينا كانت يائسة جدا، لأنه ابنها رامون كان مريض مرض نادر، ألا وهو الشيخوخة المبكرة، وإله اسم تاني الشياخ، وإله اسم طبي وهو متلازمة هاتشنسون جيلفورد. هو مرض حقيقي، الله يكفينا ويكفيكم شره، بيصيب الأطفال وهم صغار وبيسبب لهم شيخوخة سريعة ومبكرة. فهذا هو المرض اللي انصاب فيه رامون. واضح أنه أوزموند سادلر استغل هذا الموضوع وادعى أنه هو قادر يشفي رامون، فكاتالينا اليائسة دخلته بيتها، وهيك أوزموند سادلر ما كان بحاجة لا لبلاغا ولا لأسلحة، استغل الوضع الحرج الخاص بعائلة سالازار وقدر يفوت لهم فوتة خبيثة ولكنها ناجحة، وقدر يحكم سيطرته على عائلة سالازار. واضح أول ما دخل البيت تخلص من الأم وبعديها تخلص من الأب. هلأ ما في نوتة صريحة بتبين أنه تخلص من الأم، ولكن في نوتة بتبين أنه دييغو طلب من مدبرة المنزل تعتني برامون، فبالتالي وين كاتالينا؟ اختفت من الصورة. فهون أعتقد أنها ماتت من قتلت على إيد سادلر وما حدا عرف. للأسف مدبرة المنزل حاولت أنها تعتني وتعطف على رامون، ولكن محاولاتها باءت بالفشل، خاصة في اللحظة اللي أنا بسميها القشة التي كسرت ظهر البعير بالنسبة لرامون. وهذه اللحظة هي لما سمع رامون إحدى الخادمات وهي بتشبهه بعقلة الأصبع. هون شكل رامون فقد عقله، لأنه حسب ما فهمت من مدبرة المنزل إنه رامون عذبها، وكان لما يعذبها يضحك ويبتسم. فهون أعتقد خلص رامون خرج عن السيطرة، والوحيد اللي قدر يحكم سيطرته عليه هو أوزموند سادلر، لأن ما ضل غيره. استغل حالته النفسية الهشة وأحكم سيطرته عليه، وقدر يقنعه إنه يطلق سراح البلاغا بحجة إنه لازم يكفر عن خطايا أسلافه، أسلاف رامون. وهيك أوزموند سادلر قدر يكمل النبوءة اللي وقفت على زمن أسلافه، وقدر يسيطر على البلاغا لحتى يوصل بالآخر لموضوع السيطرة على العالم. نيجي هلأ للتغيير الرابع في القصة، وهذا التغيير يتعلق بمساعدين رامون سالازار، فيرديغو أو أسود الوجه وأحمر الوجه. عرفنا من نوتات اللعبة إنه فيرديغو كان شخص اسمه إيسيدرو، وهو باحث وعالم كان عنده هوس إشي اسمه إرضاء رامون وأوزموند سادلر، كان عنده هوس إنه يرضيهم. شو عمل هذا الباحث قبل ما يصير فيرديغو أسود الوجه؟ هذا الباحث هو اللي عمل الحشرات الغثيثين في اللعبة، واللي اسمهم نوفاستادور. نوفاستادور معناها المتخفي. كيف كان يعملهم؟ كان يستخدم السائل الأسود الموجود أسفل القلعة، وهذا السائل يشربه لإناث لحتى يتم ولادة الحشرات من رحمهم. بعرف الطريقة مزعجة، بس هيك كان مكتوب. السائل الأسود هذا يعتبر إشي جديد في Resident Evil 4. أعتقد أن السائل الأسود هذا موجود بشكل طبيعي أسفل القلعة، زي ما موجود الطفيل أسفل القلعة،
فبالتالي هذا الباحث بما انه باحث كان عنده فضول بالنسبة لهذا السائل الأسود، وقدر يعرف انه في يرقات، وهدول اليرقات بحاجة الى رحم لحتى يتم نموهم وولادتهم، فتم تصنيع الحشرات النوفستادور بهذه الطريقة، وكان يسميهم ايضا U2. برضو إيسيدرو هذا العالم المجنون هو اللي عمل احمر الوجه واللي اسمه U3. نعم، هذا ايضا تغيير صار في Resident Evil 4 ريميك. احنا كنا بنعرف U3 هو الوحش ابو لسان هذا في الكلاسيك، ولكن هون لا، U3 هو احمر الوجه، او خلينا نقول الوحش اللي لابس روب احمر، بس انا حاب اسميه احمر الوجه. وايضا هذا له قصة، احمر الوجه هذا بتعرفوا مين هو؟ متذكرين مدبرة المنزل اللي حكينا عنها قبل شوي؟ هو او هي اللي لابس روب احمر كان مدبرة المنزل اللي كانت المفروض تعتني برامون. الباحث إيسيدرو أخذها وعمل عليها تجارب وحولها إلى U3 بين قوسين أحمر الوجه والوحش اللي لابس روب أحمر. وأيضا في اسم تاني لهذا الوحش وهو بيسانتا. أعتقد بيسانتا هو اسم المدبرة، أعتقد بيسانتا هو اسم مدبرة المنزل اللي كانت تعتني في رامون. طبعا هو صار فيرديجو أو أسود الوجه لأنه آخر إشي عمله إنه حقن نفسه بالسائل الأسود عشان يبين لرامون وأوزمند إنه هو قديش وفي، وهو اللي سمى حاله فيرديجو. فيرديجو معناها الجلاد، لأنه أخذ على حاله عهد إنه يعاقب أي حدا مرتد عن ديانة سادلر. هو شوفوا التغييرات اللي صارت في القصة بتلخبط، فأنا بحاول على قد ما بقدر أكون إيش واضح وأوصل المعلومة بسهولة لأنها لخبطتني في البداية، بس أعتقد إنه هاي التغييرات جميلة جدا وهيك أعطت عمق رهيب للقصة، فالله لا يوفقك يا إيسيدرو. التغيير الخامس والأخير أعتقد أغلبكم توقعه، نعم هو التغيير الذي يتعلق بقصة لويس سارة. هذا التغيير أنا توقعته بفيديو نزلته قبل 9 شهور وتم تأكيده في الريميك، وأيضا أنا عملت فيديو بهذا التغيير وأكدت عليه يعني بفيديو أيضا نزلته قبل كم من يوم، راح أحط لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف تحت، اللي هو التغيير الخاص بقصة لويس سارة، كيف إنه كان يشتغل في أمبريلا بفريق الأحلام السادس وهو الفريق المسؤول عن نيمسيس. كل هذا حكيت عنه بفيديو خاص، راح أحط لكم رابط الفيديو بصندوق الوصف تحت، ضروري تشوفوه للي ما شافه. أوكي يا حبايب، إحنا هيك وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى أن يكون عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. أنا بتشكركم كتير للمتابعة يا أحلى جيكس، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بأمان الله.